في صحراء جنوب سيناء. قبيلتين من أشهر قبائل البدو في مصر، الترابيم والميزانة. ناس كمان في سياح جاية تتفرج. بيحصل أعظم سباق وأهم سباق بين القبيلتين، وهو سباق الهجن، سباق الجمال. لو اتباع يجيب له 2 مليون. ولكن السباق السنة دي مختلف عن أي سنة. السنة دي السباق بيتعاد لأول مرة. احنا دلوقتي جينا هنا مع صباح جنب بيتهم في المنطقه اللي هم عايشين فيها. هيورينا بقى ايه الجمال دي. بيقول لك كلها المفروض ان هي كانت زمان بتسابق، خلاص هي كبرت دلوقتي ما بتسابقش، بس زمان كانت بتسابق. قول لي بقى صباح، انت بقالك قد ايه بتيجي السباق؟ من مده 15 سنه وانا صغير. بتيجي دايما ليه بقى زمان؟ والله بركب عجمال، بركب بسابق. كنت بتسابق على الجمال؟ انا بسابق عجمال. كسبت قبل كده وانت صغير؟ كسبت يا زلمه. وانت صغير بقى كان ايه احساسك يعني ان انت راكب على جمل وكسبان وبتاع؟ احساسي بيجي الاول يعني رسمي، يعني عارف نفسي راكب على جمل. صح شيء جمل. ده اسمه ايه ده؟ شعيلان. شعيلان؟ شعيلان ده بقى ايه، كان جامد في السباق يعني ولا ايه؟ اه. كسب قبل كده؟ كسب. جاول قبل كده هو. ده المفروض ان ده شعيلان عنده قد ايه دلوقتي؟ عنده 10 سنين. هو بيسابق من عنده 6 سنين دلوقتي 10 عنده. بس بيبدا سباقه وعنده كام سنة؟ بدا من عنده 6 وسابق. ويبطل وعنده كام؟ بطل وعنده 8. يعني شعيلان ده قعد سنتين يسابق ويقول لك جاب اول، صح؟ جاب اول. ابوي دربني زمان وانا صغير، يعني شعيلان جمل قوي يعني، مش شيء جمل، جمل نظيف، يعني عارف ساسه من راسه. اللي بيفرق جمل السباق عن الجمل المرعى؟ بطن البعير، الجم البطن دي يوم تكون ناشفه كده ودي نازله يعرف يجري. سعره مختلف عن ال بيختلف. ده حقه 2 مليون. ده ممكن يبقى ب 2 مليون. جمل اللي عنده خبره واكسبيرينس وكاسب قبل كده في سباقات، ده يمشي ده بكام؟ ده يعمل 50,000. 50,000. يعني شوفوا فرق الجمالين اهو، ده هو ده هو، بس ده ب 50,000 وده ب 2 مليون. مستناه من سنه للسنه يا زلمه. احسن من العيد، فرحه كبيره والله، فرحة كبيرة خالص، فرحة يعني كبيرة كبيرة خالص. المفروض ان احنا كده وصلنا وادي زلجة. المفروض ان شاء الله السباق الصبح كده، الناس هتبدأ توصل ويبدأوا ان هم يحطوا الخيام بتاعتهم ويزبطوا امورهم بحيث ان كله يبقى جاهز للسباق بكرة. المفروض يعني المنطقة دي كلها هتتملي ناس، فاحنا يعتبر جينا بدري شوية يعني. تفتكر مين اللي هيكسب في السباق؟ والله عاد انت وحظك، حسب الجمل. الجمل نظيف هيكسب الجمل، يعني مش الناس اللي تكسب، الجمل هيكسب. الجمل هو اللي بيكسب. الجمل النظيف هيكسب، واللي راكب عليه اللي الواد اللي فاهم اللي راكب عليه يعني بمشي يمين وشمال هو هيكسب الجمل برضه، يعني الجمل مش عارف حاجة. أنا من قبيلة الترابين. مين فاز في آخر سنتين في السباق؟ من قبيلة الميزينة. إن شاء الله تكسبه. إن شاء الله، إحنا لنا أمل كبير فربنا نكسب السنة دي. يعني لو الميزينة كسبوا السنة دي تبقى السنة الثالثة. ثالثة. ده تحدي صعب السنة دي، أصعب تحدي. عشان تربي. صرتوا يحصل إيه؟ هم يهدرون في منطقة تانية غير الزلقة، إحنا هنمشي ولو تعالى سبق في مكان تاني إحنا نمشي وراهم. يعني هم لو كسبوا أنتوا لازم تروحوا وراهم. لازم، ده حاجة، ده قانون بيننا وبين قبيلة الميزينة، عشان عبي كده خدناهم في مكان تاني برضه، إحنا فزنا 3 مرات ورا بعض، خدناهم في راس النقب. يعني السباقات اللي جاية هيبقى ليها اسم تاني. لو هم فازوا الميزانية فازت السنة دي هم هيودونا حتى التانية حسب هم يختاروا ايه. بينما احنا في انتظار الجمال انا سمعت حاجة مهمة جدا، الا وهي ان اصلا الجمال دي غالبا مش هنشوفها النهاردة. الناس هنا بتؤمن بموضوع الحسد جدا، بيبقوا خايفين من الحسد، مشاعر وكده ان هو ده الجمل ولو حصل له حاجة ممكن يكون حد شافه فاتحسد فالكلام ده، فغالبا مش هنشوفه النهاردة. فاللي انتبهني على الانستجرام، عارف ان انا اتكلمت قبل كده على ابلكيشن تاب تاب سند. ابلكيشن تاب تاب سند انا شخصيا لو كنت ما زلت في انجلترا كان من الحاجات اللي هتنقذني، لان انا كنت دايما عندي مشاكل في موضوع ان انا ابعت فلوس لمصر. الابلكيشن تقدر تبعت عن طريقه فلوس من اوروبا، من انجلترا، من امريكا، من الامارات، تبعت فلوس لمصر توصل في ساعتها. لو عايز تبعتها وتوصل على حساب بنكي بتحصل، لو عايز تبعتها وياخدوها دولار يحصل. فلو عايزين تبعتوا تقدروا تستخدموا الكود بتاعي هيديكم 20 دولار او 20 استرليني او حسب العمله اللي انتوا هتبعتوا بيها هيديكم مبلغ اكسترا. وخلينا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه في بقيه احداث اليوم ده. الفكره بقى ان الجو بدا يبرد. الصبح كان درجه الحراره مثلا 30، دلوقتي تحس ان الجو هيبدا يبرد، وبالليل هيبقى فيه ايه
ساعة تلج. الفكرة ان هم يعني بيعملوا الموضوع ده كحاجة ترفيه عن النفس، وفكرة برضو ان هو كأنها رياضة وبتجمع ما بينهم. يعني الناس ممكن تكون فاكرة ان القبائل مثلا ممكن يكون في بينهم مشاكل او حاجة، لا بالعكس هم بيجوا هنا وهم اللي منظمين الحاجة دي عشان يتبسطوا مع بعض، يتسابقوا في حاجة تبسطهم، والشباب تيجي مع بعض تتجمع وبتاع ويقعدوا يعملوا اكل ويشربوا ويقضوا الليلة ويصحوا الصبح يشوفوا السباق ايا كان مين اللي بيكسب وايا كان مين اللي هيكسب بكرة، وبس خلاص كده كل واحد يرجع على بيته. حاجة حلوة. دي 30 كيلو في واد الزلقه، 27 كيلو، واللي بيطلع الاول من القبيله، الثاني مش المشكله، الثاني اهم حاجه الاول، المركز الاول، وبين بيركبوا كلهم يعني شباب صغيره 7 سنين 8 سنين. ليه بقى؟ عشان يكون خفيف على الجمل. بس اي حد بيركب على 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 الجمل، ولا مثلا لازم الطفل ده يكون متمرن ولا حاجة؟ لازم يكون متمرن، ما يكونش بياكل بالليل، لازم ما ياكلش عشان سوى البطن تكون فاضي، عشان ايه؟ عشان المسافه طويله يعني 27 كيلو. ويعني واللي بيطلع الاول الف مبروك لاي قبيله، التربين مزينه. والجمال يعني جمال دي سلالات الجمال، كذا سلالة يعني مش سلالة واحدة. جمل اللي بيكسب بقى بيبقى ثمنه في السوق غالي؟ غالي أكيد. ليه؟ عشان هو جمل قبل أول في هذه الزلقة، ده أطول مسافة في سيناء في مصر عامة، أكبر سباق في مصر. الساعة كام يا سليمان؟ صباح الفل يا ريس. 5؟ الساعة 5 صباحا، كلها إن شاء الله ساعتين وعلى السباق. جو تلج تلج، انا اتوقع درجة الحرارة مثلا 5 6 7، ده لو ما كانتش 1. صحينا كده بقى ايه، نجهز نفسنا عشان السباق ان شاء الله. يلا بالطش والرش. هتجيب لي طوق خلاص، اعمل بقى اللي انت بتعمله. انطلق وكل انطلق وكل خلاص. دلوقتي المفروض ان السباق خلاص هيبدا، خلاص هم بيجهزوا السباق. زي ما انتم شايفين موقفين الجمال كلها صف واحد، وكل جمل راكب عليه طفل. خلاص هم لحظه الانطلاق كمان ثانيه. مين اللي هيكسب؟ عارف النورسيجي. اسمك ايه؟ عطوه. جميل دوش. زينه. زي ما انتم شايفين كده كل العربيات دي المفروض ان هي بتجهز نفسها عشان تجري مع السباق. ناس كمان في سياح جايه تتفرج. الموضوع كمان بقى سياحي، يعني في ناس بتيجي من جميع انحاء العالم عشان تشهد السباق ده. عربيات كتيره جدا في المكان، كله مستني لحظه الانطلاق عشان يجروا جنب بتاع. انا اصلا مش عارف احنا هنجري هنلحق ولا نعمل ايه، بس ان شاء الله نلحق. يلا يلا روح. زي ما انتم شايفين كده السباق شغال، هم بيجروا جنبنا وحماس، فاهم؟ انت عايز تعرف ايه اللي بيحصل، عايز تعرف مين اللي هيكسب. المفروض ان دي لجنه التحكيم، المفروض هم دلوقتي مستنيين ان هم يعلنوا بقى النتيجه، نشوف بقى مين اللي كسب. هم لسه ما عرفوش مين اللي كسب، بس هيطلعوا النتيجه النهائيه على الرسمي، عارف مين اللي جه الاول. بس مين اللي كسب؟ اللجنه اللي تقول لسه ما اللجنه هي دلوقتي قاعدين بيقرروا مين اللي كسب. مين اللي كسب؟ زينه نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. ايوه تعالوا يا اولاد كذي، تعالوا كذي، تعالوا كذي، تعالوا كذي يا اولاد، اجلوا تحت، تعالوا
تعالوا نهزوا كذي. طبعا احنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة بنشكر قبيلة الطرابين وقبيلة مزين على التنظيم الهادي وكل اللي تعاونوا معنا في التنظيم. بنرحب بضيوف جميعا اللي حضروا معنا من كل دول العالم. I am very happy today for coming race for tribe مزينة and tribe ترابين. نشكر أبو جاسم المملكة العربية السعودية على يعني دعم الطيب لهذا المهرجان من فلسطين. تحيا فلسطين، تحيا فلسطين. مباراة شريفة 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 مع الركاب، ويستاهل الناموس أبو الروس. بنبارك لقبية مزينة لأبو عتيق، ألف مبروك لأبو عتيق المزيني. المركز الثاني عيد أبو خضر أبو حميد المزيني. المركز الثالث راشد سالم الترباني. بين السبق ذا من سنتين 84 83 في السنين ذي بين مزينة والترابين، وكل سنة تكسب مزينة وسنة تكسب الترابين. مين اللي كسب السنة اللي فاتت؟ مزينة. ودي السنة الثالثة؟ دي السنة الثالثة لمزينة. هتغيروا المكان ولا لا؟ لا لا، هو كلام بس انه يغير المكان. احنا الترابين بنسابق في الزلق من زمان. يعني ان شاء الله السنة الجاية في الزلق ان شاء الله برضه السنة الجاية. هنستنى ان شاء الله الضيوف في سنة 25/10/1 في وادي الزلق ان شاء الله مزينة والترابين، وبالتوفيق لجميع ان شاء الله السنة الجديدة.